قرار حكومي أشعل فتيل غضب شريحة مهمة من المجتمع العراقي، وألهب مشاعر عمالقة الفن والمسرح منذ الإفصاح عنه يوم أمس وحتى يومنا هذا. القرار صادر من وزارة الإعمار والإسكان، ويقضي بهدم مبنى مسرح الرشيد الذي جرى افتتاحه مؤخراً بجهود ذاتية فردية غير حكومية بعد مضي 18 عاماً على إغلاقه، مبررة السبب في ذلك إلى أن أرض المسرح ملك صرف لها. طبعاً القرار هذا لم يمر هكذا مرور الكرام على النخب المثقفة والفنية في العراق، حيث تسبب بضجيج كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلق جدلاً واسعاً في الشارع العراقي الذي شهد وقفات احتجاجية صاخبة اليوم، معلنة العصيان ورفضها لمثل هكذا قرار. الحضارية، احنا تجي دولتنا تهدم الواجهات الحضارية، التشبينيتو انتو ما مختزين انه احنا في بلد عريق مثل العراق في ميزانيات ضخمة بغطي الوطن العربي هذا كله. تشبينيتو انتو اجيتوا خليتوا صبات، انتو اجيتوا روعتوا من الاربعاء الدامي والاثنين الدامي والجمعة الدامية وتفجير مجمع الليث والدم على مدى سنوات، وكنتوا عندكم افضل الميزانيات. احنا ببلد 2022 ما بي مترو، ما بي حلول، ما بي كهرباء، ما بي هسه بهاي اللحظه ماكو مي. شنو هاي؟ أما نقابة الفنانين فأصدرت بياناً مستغربة فيه صدور هكذا قرار، وذكرت: كنا ننتظر إكمال الأوبرا، دار الأوبرا، مبنى دار الأوبرا، فتفاجأنا بمطالب هدم مسرح الرشيد، مطالبة بالتدخل الفوري لحسم ملف المسرح بما يضمن وضعه الحالي من خلال نقل ملكيته من وزارة الإعمار والإسكان إلى وزارة الثقافة. والبيان ترونه أمامكم على الشاشة. سنقف كدروع بشرية، هذا ما جاء في البيان، حتى نمنع تطبيق قراركم الجائر. طبعا من جانب آخر، الفنانة آلاء حسين وجهت من خلال فيديو خاص لها رسالة شديدة اللهجة إلى كل شخص أو جهة حكومية لها اليد في اتخاذ قرار هدم مبنى المسرح، متسائلة: لماذا؟ هل نيتكم هدم تاريخ الفن والفنانين العراقيين؟ نتابع. مرحبا إلى كل الجهات المعنية وغير المعنية بالدولة العراقية الجديدة. لازم تعرفون أنه إحنا من سنة 2003 ولحد السنة الماضية إحنا نداوم في موقع بديل لدائرة السينما والمسرح، وهو المسرح الوطني اللي ما يكفي عدد الموظفين، واللي الموظفين بيه كانوا يداومون بساندويتش بانل يخر عليهم المطر بالشتاء والبرد والصيف ما ينجرأ تعرفوه. وإحنا دائرتنا اللي هي دائرة السينما والمسرح اللي تأسست وانبنت من سنة 79، من 2003 لحد السنة الماضية ما حد ولا دائرة ولا جهة دولية ولا جهة مهمة ولا رسمية، ما أعرف أحكي، ولا جهة ساهمت بإعادة إعمارها. أعدنا إعمارها بجهود فردية تماما وبلشنا نداوم بيها. الفنانين راح يطلعون، الموظفين في دائرة السينما والمسرح راح يطلعون وقفة احتجاجية باكر، وهاي الوقفة الاحتجاجية ما راح تنتهي هنا، احتمال نوقف دروع بشرية في سبيل أنه نمنع هذا القرار اللي ما أعرف شلون طلع وش وقت وليش هسه. ليش هسه؟ هاي الدائرة اسمها دائرة السينما والمسرح، ما اسمها مسرح الرشيد. مسرح الرشيد هو جزء من هاي البناية اللي ما عمرتوها واللي ما اهتميتوا لا للفن ولا للثقافة بطول كل هاي السنين اللي أنتم موجودين بيها هنا. هسه تريدون تهدمون تاريخنا وتاريخ أساتذتنا؟ نحتج ورح نظل نحتج. الآن لننتقل بكم إلى ردود الأفعال والتعليقات الواردة على هذا الحدث من العراقيين، من الفنانين والناشطين الذين عبروا عن آرائهم عبر تعليقاتهم حول قرار وزارة الإسكان والإعمار لهدم مبنى مسرح الرشيد. نبدأ مع تعليق رعد الطائي، يقول: هدم المسرح ووهم اسم الرشيد، إذا لازم يهدم من قبل وزارة الهدم والتشريد.
تعليق آخر من أنمار علي: كل دول العالم تفتخر برعايتها للعديد من الصروح الثقافية والفنية إلا نحن. في الأمس أنهى وجودية كافة دور السينما في العراق وتحولت إلى مخازن ومكب للنفايات، وبعدها تأملنا خيرا في تحقق حلم إنشاء دار الأوبرا العراقية. اليوم جاء دور مسرح الرشيد، وللحديث بقية. هناك تعليق من سيف إلياس: يجب قيام وقفة جادة ومظاهرات عامة لكل الفنانين وطلبة المسرح في المعهد وكلية الفنون الجميلة لمنع هكذا تخريب للنفس المسرحي. تعليق من أبو علي: هدم هنا وهدم هناك، قتل هنا وقتل هناك، انتحار هنا وانتحار هناك، بطالة هنا ومجاعة هناك، تشرد هنا وهجرة هناك، كل شيء ما افتهمنا ولا راح نفتهم، والله يستر من تاليها. تعليق آخر من شيرين يوسف تقول: زين هو المسرح مو قديم بوقت صدام، شلون تجاوز وتوهم وتوهم تذكروا؟ بصراحة بس بقت نشيل اتشوالاتنا ونطلع خارج الوطن، وهم راح تطلع ناس تقول هاي الاتشوالات مالتنا. تعليق من وسام البغدادي يقول: بعد خبر مطالبة وزارة الدفاع لفلوس البنزين من أهل الشهيد لا تتعجب من شيء، هذا البلد لا يصلح للعيش، اللي أمه داعيت له يلزم درب الطفرة والله يسهل له يروح يعيش ببلاد الكفار، بلكت يلقى الإسلام يمهم. طبعا ردا على هذا التعليق، وزارة الدفاع أصدرت بيانا رسميا بالرد على قصة حادثة مطالبة أهل الشهيد بمبلغ البنزين، وقالت أن تصرف سائق العجلة كانت تصرفا فرديا ولا يمت لوزارة الدفاع بأي صلة، وأعطت مبلغا ماليا لوالد الشهيد كمساعدة بسيطة منها.